انا معايا واتشرف جدا عبر زوم الان اهم صحفي رياضي في العالم، واحد له 35 كتاب، واحد غطى 15 كاس عالم، واحد من الصحفيين اللي اشتغلوا في اكبر صحف العالم زي ديلي ميل زي جارديان، والان مدير تحرير مجله وورلد سوكر الانجليزيه، واحد من الاسماء التاريخيه في الصحافه الرياضيه عالميا وانجليزيا. معايا عبر الهاتف الان كير ريدينج مدير تحرير مجله وورلد سوكر زي ما قلت لكم الان عبر زوم. يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. نعم إنه بغاية السعادة أن أتحدث إلى أصدقائي في مصر، شكرا. بالتأكيد أول سؤال ليك هو الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل ما أتحدث أيضا عن محمد صلاح، ولكن الدوري الإنجليزي بشكل عام ما زال هو الدوري الأهم في العالم، ما زال هو الدوري الأقوى في العالم، ما زال هو الدوري اللي من الدقيقة الأولى فيه هو دوري مثير وممتع جدا. هل تتوقع إن الدوري الإنجليزي تتزحزح مرتبته الأولى خلال المواسم القادمة، أم يبقى الدوري الإنجليزي رقم واحد على مستوى الدوريات في العالم؟ لا، أنا أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يحافظ على مركزه في المركز الأول ولن يزحزحه أي دوري آخر. تعلم أن هنالك تماسكا بين العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي، وأن هنالك الدوريات الأخرى تأتي تباعا مثل دوري البوندسليغا، الدوري الألماني والدوري الأسباني، لكن هم في غاية البعد عن الدوري الإنجليزي. فالدوري الإنجليزي هو يتصدر الساحة وهو محط أنظار العالم كله، ولكن ليس بالشكل في الدوري الأسباني ولا في الدوري الإيطالي ولا حتى الدوري الألماني. لماذا يتربع الدوري الإنجليزي منذ سنوات في المرتبة الأولى؟ إيه هي الإمكانيات الموجودة في الدوري الإنجليزي اللي تخليه تتفوق على دوريات أوروبية عريقة زي الدوري الإيطالي مثلا، اللي كان في فترة من الفترات هو الدوري الأول في العالم؟ كيف قدر الدوري الإنجليزي أن يبتعد بالصدارة عن كل هذه الدوريات العظيمة؟ أنا أعتقد أنه بسبب العادات القديمة والتقليد الرفيع والطراز الرفيع للدوري الإنجليزي، أنه أنجح دوري في العالم، وأيضا أن هنالك الصحافة والتغطية التلفزيونية الهائلة، فهذا الكم الضخم من البث التلفزيوني والعائدات المالية التي تعود على هذا الدوري هي عامل هام للغاية. أنا سعيد جدا بشراكة هذه الأندية في الدوري الإنجليزي، وسعيد جدا بتغطية الإعلامية والتحليلية لكافة القنوات التلفزيونية في إنجلترا. هذا الأمر ليس يتعلق بالرياضة فقط، ولكن هي قوة، لقد أصبحت الرياضة في إنجلترا مصدر قوة. طيب سؤالي القادم لحضرتك هو يخص لاعبنا المصري الكبير، أسطورة كرة القدم المصرية، واحد من أهم اللاعبين في العالم، محمد صلاح. في رأيك، مع كلام كثير حول عروض قوية جدا من الدوري السعودي لمحمد صلاح تحديدا من نادي اتحاد جدة، هل كنت تتوقع استمرار محمد صلاح مع ليفربول أو رحيله لاتحاد جدة؟ هذا سؤال عظيم. لحد الآن قد أخبرنا نادي ليفربول أن نحن نحتاج إلى محمد صلاح أكثر من أي وقت مضى. هذه هي اللحظة، نحن نحتاج محمد صلاح بالرغم العرض المثير والعرض الكبير الذي وصل ل 150 مليون جنيه استرليني. هذا من الصعب جدا إذا تم ضخ المزيد من الأموال وتم رفع الأرض، من الصعب أن يقول ليفربول برفض العرض أو يقوم برفض العرض.
تعلم جيدا أن ما زال الدوري السعودي أسبوعا باقيا أو 7 أيام أخرى في قفل القيد الخاص بهم. هل تتوقع أن محمد صلاح فعلا قد وافق على العرض السعودي؟ يعني كان في كلام كتير أن محمد صلاح وافق على العرض السعودي، هل بمعلوماتك اللي أنا عارف أن هي موجودة كان محمد صلاح موافق على العرض السعودي، ولا محمد صلاح رغبته أيضا البقاء في ليفربول؟ I think Mo Salah has no doubt himself that he could be paid a lot more money. أنا أعتقد أنه لا شك أن الدوري السعودي ونادي الاتحاد سوف يضخ أموالا طائلة لمحمد صلاح ليبقيه أغلى لاعب وأغلى راتب في الدوري السعودي، هذا مما لا شك فيه. This is far more important. ولكن من الهام جدا لصلاح أنه يقضي أيامه في الدوريات الأوروبية وبطولة تشامبيونز ليج الأوروبية أكثر من مشاركة في الدوري السعودي للمحترفين. محمد صلاح الآن في عز مجده، في عز شبابه، في أفضل أعوامه، حتى أنه حتى إلى العام الماضي ما زال ينافس على الجوائز ويقوم بالتحطيم الأرقام القياسية. أنا أعتقد أن الاتحاد السعودي سوف يعرض المزيد ويرفع من قيمة العرض من أجل التعاقد مع محمد صلاح، ولكن نحن في غاية الأسف إذا تمت الموافقة على بيع محمد صلاح سوف يخسر الدوري الإنجليزي لاعب بحجم وقيمة محمد صلاح، لأننا نتعلق بصلاح كلاعب. في رأيك على مدار السنوات القديمة، منذ لحظات قلت لي أن الدوري الإنجليزي يبتعد كثيرا عن أقرب الدوريات الأوروبية الكبيرة، يبتعد على مستوى النجاحات، هل تتوقع أن الدوري السعودي يقترب من الدوري الإنجليزي في السنوات القليلة القادمة في ظل انتداب الكثير من النجوم العالمية؟ أنا لا أعتقد ذلك بقرب الدوري السعودي لهذه الدوريات، بالرغم من ضخ هذه الأموال، ولكن لا أعرف إذا كان هنالك نفس المستوى من التحديات والمنافسات ومن الطراز الرفيع الذي يشهد هذه الدوريات. إذا نظرت للعيبة الكبار في السن مثل رونالدو وبنزيما، بالرغم أنهم انتقلوا للدوري السعودي، ولكن هم يعتمدوا بالمقام الأول على سمعتهم وعلى ما قدموه للكرة، فهم في عمر كبير الآن. كير ريدينج مدير تحرير مجلة وورلد سوكر الإنجليزية، واحد من أهم الصحفيين الرياضيين في العالم، لم يكن أهمهم على الإطلاق. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر زوم، مداخلة قيمة وكانت مهمة جدا.